حبك ليا حب حقيقي، قلبك بيه مليان. يا ما سمحتني وانا في طريقي، مهما بكون غلطان. حبك ليا حب حقيقي، قلبك بيه مليان. يا ما سامحتني وانا في طريقي، مهما بكون غلطان. اغفرني ارحمني ارفعني اليك، توبني علمني اسندني بيديك. تحكيها الدموع، لكن عدت لنفسي وراجع، محتاج لك يا يسوع. عمري قضيته كتير في مواجع تحكيها الدموع، لكن عدت لنفسي وراجع، محتاج لك يا يسوع. اغفرني ارحمني ارفعني اليك، توبني علمني اسندني بيديك. وانا في بعادي تاه المرسى وقلبي مرتواش، وإيه في العالم ممكن يسوى لحظة معاك تتعاش. ارحمني ارفعني اليك، توبني علمني اسندني بايديك.
اقبلني ارحمني ارفعني اليك توبني علمني اسندني بايديك. عزيزي المشاهد، بشارتنا لك في هذا اليوم كبشارة فيليبوس للوزير الحبشي، نرجو أن تقبلها فتجد الفرح والراحة بشخص الرب يسوع المسيح، فإن الله الحي الذي تبحث عنه قد أرسل الرب يسوع المسيح إلى أرضنا هذه ليعلن لنا الأمور السماوية. نعم، جاء المسيح وأعلن لنا طريق الخلاص من الخطية والعذاب الأبدي وطريق الوصول إلى الله. يقول الرب في إنجيل يوحنا أصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أيضا يقول: لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ويقول الرسول بطرس: هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. فالرب يسوع جاء ومات من أجل خطايانا وقام من الموت ضامنا الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. يا ليتك تتخذ مخلصا شخصيا لحياتك. عزيزي، إن كنت تود الحصول على نسختك المجانية للإنجيل العهد الجديد أو لديك أي سؤال حول ما سمعت، لا تتأخر اليوم عن أن ترفع السماعة أو تكتب إلينا. رقم هاتفنا في سيدني هو 9786501، وأيضا الرقم 9786501. هذا الرقم مع العنوان ومواعيد البرنامج سيظهرون على الشاشة في نهاية هذه الحلقة. وفي الختام أستودعكم لرعاية القدير، تاركا معكم هذه الآية من كلمة الرب: لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الرب معكم.